السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي، هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. استراتيجية العملاق والبالون تحدثنا عنها في الحلقة الطافت، اليوم جايب لكم استراتيجية جديدة وهي أيضا قوية قوية، يعني يمكن أقوى من ديج تكون. الاستراتيجية هاي نستخدم فيها الهوج هو الميني بيكا، هذا الميني بيكا هذا الفوق مع يعني مع بعضهم يشكلون استراتيجية قوية كلش، الاستراتيجية مالتهم. الآن راح نلعب ونشوف الاستراتيجية. للدفاع الجوي عندنا مينيون هورد، شايفينه، روح النار، روح النار ايضا، وعندنا السهام الاستراكشن الارضي، اذا يعني هجوم عملاق او هجوم شيء نقدر نلفت انتباهها بالمدفع، وايضا الهياكل العظمية وهي واحد كثير ما تاخذ شيء، وايضا الفالكري عندنا، الفالكري طبعا كارت قوي مو حاجة للتعريف من قبلي او من قبل اي احد. ما نطول عليكم، نبدأ المعركة. راح نشوف الاستراتيجية قوية مالت الهوك والميني بيكا. أعطي المدفع أول شيء، نزل الفالكري، أخذنا بدينا أخذ البرج اليمين ماله، تأخرت بالمدفع، الآن هاي استراتيجيتنا، راح ناخذ التاور بكل سهولة، اتوقع يدفع بالعملاق، لا دفع بالوجه، ندفع بالفالكري، عاد نزل بيك يمين ياخذ البرج، هو هم يستخدم الهوغ رايدر، استطعنا نفوز عليه، شايفين، وقلت لكم انا الفوز ببرج مثل الفوز ببرجين مثل ثلاثة، يعني ما يفرق شيء.
شوف المعركة الثانية. خلي المدفع هنا. وادفع بالهوك وياهم. من بكام؟ اللي اقدر اخذ ال خلنا اخذ البرج. ما يفيد صار عندك عنده عصار بسيطة. الآن نأخذ البرج. ما أخذناها بعدنا. نأخذ البرج الآن. أيضا نستخدم الإعصار. الآن نأخذ البرج. أخذنا البرج. قام يبكي من خالد. يعني جيش قوي وشايفين ثاني انتصار حقق عليه. طبعا راح افتح الصندوق. صندوقين. هذا صندوق من احصل اوراق زينة تفيدني. بالون جيد. البرايبرة طيب لا بس. راح افتح صندوق الجندر وياكم. خلصته. لا باقي له 15 للاسف. هنشوف الجائزة هاي نستلمها. فتحة بالحلقة الثانية الجاية وياكم ان شاء الله. راح نلعب معركة ثالثة حتى أدليكم قوة الجيش. راح أحطهم اثنين. هنشوف رد هجومه. هو لعب بالفارسة. راح انزل واحط المدفع.
الآن ماخذين من برج احنا يعني نص تقريبا مطيرين. هو تاني حركة مني ايضا نفس الشيء. لعب واحد الزلبيكة والهاي نفس الشيء. شوفوا ده الديستراكشن اللي سوته هاي. شايفين الهوغ رايدر والبيكا شلون خذوا البرج بالوقت المناسب لنا. طبعا المحاولة الأخيرة كان قذف الصاروخ من عنده على الملك الكينج حبيبي. كان أحبائي كانت استراتيجيتنا لليوم. وصلنا للمنطقة العاشرة الساحة العاشرة شايفين والحمد لله. أمل تكون هاي الاستراتيجية عجبتكم. واللي على فكرة الاستراتيجية ما تمثل البالون والعملاق واستراتيجية اليوم هوغ رايدر مع البيكا هذني كل الاستراتيجيات تقدر تلعب بيهم من المنطقة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة يعني بأي ساحة من ذولا تقدر تلعب هاي الاستراتيجيات. وألقاكم مع استراتيجية جديدة. هذا أخوكم ماجد في أمان الله.